بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 112. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أمر بالتعاون على البر والتقوى وبذل المعروف بين الناس، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في برنامج من الفقه الإسلامي، وكنا قد انتهى بنا الكلام في الحلقات السابقة إلى موضوع العارية، فلتكن مجال حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله لنبين ما تيسر من أحكامها للحاجة إلى ذلك. فنقول: قد عرف الفقهاء رحمهم الله العارية بأنها إباحة نفع عين مباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها، فخرج بهذا التعريف ما لا يباح الانتفاع به كآلات له فلا تحل إعارته، وخرج به أيضا ما لا يمكن الانتفاع به إلا مع تلف عينه كالأطعمة والأشربة. والعارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى متوعدا الذين يمنعون العارية عند الحاجة إليها: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فعدهم مع الساهين عن صلاتهم والمرائين بأعمالهم، وتوعدهم بالويل. والماعون المراد به المتاع الذي يتعاطاه الناس بينهم كالدلو والقدر والفأس والحبل ونحو ذلك. فذم سبحانه الذين يمنعونه ممن يحتاج إلى استعارته، وتوعدهم مما يدل على تأكد الإعارة وبذلها للمحتاج. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى وجوب الإعارة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا كان المالك غنيا. وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، واستعار صلى الله عليه وسلم من صفوان ابن أمية أدراعا. وبذل العارية للمحتاج إليها قربة ينال بها المعير ثوابا جزيلا، لأنها تدخل في عموم التعاون على البر والتقوى. ويشترط لصحة الإعارة أربعة شروط: أحدها أهلية المعير للتبرع، لأن الإعارة نوع من التبرع ولا تصح من صغير ولا مجنون وسفيه. الشرط الثاني أهلية المستعير للتبرع له، لأن يصح منه القبول. والشرط الثالث كون نفع العين المعارة مباحا، فلا تباح إعارة عبد مسلم لكافر ولا صيد ونحوه لمحرم، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الشرط الرابع كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه كما سبق. وللمعير استرجاع العارية متى شاء، إلا إذا ترتب على ذلك الإضرار بالمستعير، كما لو أذن له بشغله بشيء يتضرر المستعير إذا استرجعت العارية، كما لو أعاره سفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع ما دامت في البحر، وكما لو أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه فليس له الرجوع في الحائط ما دام عليه أطراف الخشب. ويجب على المستعير المحافظة على العارية أشد مما يحافظ على ماله، ليردها سليمة إلى صاحبها، لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فدلت الآية على وجوب رد الأمانات ومنها العارية، لأنها أمانة بيد المستعير.
وقال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وقال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك. فدلت هذه النصوص على وجوب المحافظة على ما يؤتمن عليه الإنسان، وعلى وجوب رده إلى صاحبه سالما. ويدخل في هذا العموم العارية، لأن المستعير مؤتمن عليها ومطلوب منه ردها، وإنما أبيح له الانتفاع بها في حدود ما جرى به العرف. لا يجوز له أن يسرف في استعمالها إسرافا يؤدي إلى تلفها، ولا أن يستعملها فيما لا يصلح استعمالها فيه، لأن صاحبها لم يأذن له بذلك. وقد قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإن استعملها في غير ما استعيرت له فتلفت، وجب عليه ضمانها، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الخمسة وصححه الحاكم. فدل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره، ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه. وإن تلفت العارية في انتفاع بها بالمعروف لم يضمنها المستعير، لأن المعير قد أذن له في هذا الاستعمال، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. ولا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة، لأن من أبيح له شيء لم يجوز له أن يبيحه لغيره، ولأن في ذلك تعريضا لها للتلف. هذا وقد اختلف العلماء في ضمان المستعير للعارية إذا تلفت في يده في غير ما استعيرت له، فذهب جماعة إلى وجوب ضمانها عليه سواء تعدى أو لم يتعدى، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وذلك مثل ما لو ماتت الدابة أو احترق الثوب أو سرقت العين المعارة، فإنه يضمنها على هذا القول. وذهب جماعة آخرون إلى عدم ضمانها إذا لم يتعدى، لأنها أمانة لا تضمن إلا بالتعدي فيها، ولعل هذا القول هو الراجح، لأن المستعير قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة عنده كالوديعة، على أنه يجب على المستعير المحافظة على العارية والاهتمام بها والمسارعة إلى ردها إلى صاحبها إذا انتهت مهمته منها، وأن لا يتساهل بشأنها أو يعرضها للتلف، لأنها أمانة مستحفظ عليها، ولأن صاحبها قد أحسن إليه. والله تعالى يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أيها المستمعون الكرام، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، لنواصل الحديث معكم في موضوع آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.